كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. نحكيه على مصعد الموت. مالوغوزمون هذا المصعد الموجود في مستشفى جندوبة، مش كان جندوبة تعاني من هذا، برشا مستشفيات اليوم نفس الحكاية، نقص في الصيانة، ما فماش مسؤولين اللي واقفين بجد على رواح الناس. ضحيتها كان الله يرحمه بدر الدين، 27 سنة، مشى صغير في العمر بالبلوزة البيضة، يتيح في الأسانسور، الأسانسور اللي كما سمعتوا شهادة دكتور سامي اسكندراني كان يدخل معنا واللي موجودة ترجعوا على صفحتنا صباح الناس على الفيسبوك، كان حاضر وقت الحادثة الأليمة اللي أودت بحياة بدر الدين يرحمه، طبيب قسم الاستعجالي بجندوبة، اللي يقول لك الأسانسور أنت وزهرك تنزل عليه نجم يخطف ما يخطفش، الأسانسور شعل خدم، قاعدين تشوفوا في تصاوروا ديجا هذا هو المصعد. وهو طلع للطابق اللي بعده، بدر الدين تحل الباب يستخيل في وسطو أسانسور عادي، كي تحل باب الأسانسور ويلقى روحه فيها فوف ولا يرحمه. نقدموا تعازينا لعائلته الكل، أمه لعموماته لخواته لخطيبته للناس اللي تحبوا. نقدموا تعازينا للرواح نحن اللي شفنا في بدر الدين الخو والصاحب وجعلنا قلبنا الناس الكل، إن شاء الله ربي يرحمه. خناخذوا معنا عمه سيزين العلوي معنا بالتليفون. سيزين البركة فيكم وربي يصبركم على فرقه وعلى قدم حبته. ربي يجعل بيكم وقضاء الله، لا ما رد من قضاء الله، الحمد لله. الله يرحمه. أنت عم الفقيد، إن شاء الله إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله يا رب يرحمه. أنتم موجودين حاليا في شار نيكول؟ نعم موجودين في مستشفى شار نيكول. أنت وشكون موجود من عائلة بدر الدين؟ أنا وعمه الآخر وخو الكبير وخو التو. قولي قديش عنده من أخوات بدر الدين؟ بدر الدين هما أربع أولاد وثلاث بنات. أربع أولاد وثلاثة بنات. وثلاثة بنات. وثلاثة بنات. بدر الدين معناه هو أخوه التوأم، يكونوا آخر العنقود، يكونوا في الوسط. آخر العنقود. آخر العنقود. كيفاش علمتوا؟ كيفاش علمتوا بالخبر؟ كان تقريبا حسب ما الرواية الأولى أنه زملاء في المستشفى يعرفوا، والثالث أستاذ جامعي في باجة. ويتردد ساعات وحده وكل يطلع ليه يطلع لبعض اللي في باجة، الأستاذ يطلع للدكتور ولا الدكتور كي يلقى شيء ده يطلع لباجة أقرب لهم أنه يرجع للدفرين بحكم ولد عمته متزوج في باجة الأستاذ. تم أعلامه وتم أعلام السيد رضوان ولد عمته وهو اللي علمنا معناه، هو اللي علمكم بالحادثة. بدر الدين يتيم البو، بوه توفى وقديش كان عمره وقتها؟ ما نذكرش بالضبط، ما توفى بدر الدين، توفى والده أحمد العلوي مهندس في سي بي جي جفا، دخل هو 93، هو توفى تقريبا سنة أولى سنة ثانية ممكن، هكا ما نذكرش بالضبط، ما هكا صغيرين على الأخر. الله يرحمه. وأم وقفت عليهم ربي صبرها، معناها أخواته اليوم فيهم المهندس، فيهم يتخرجوا كله يا ربي لك الحمد، بوافرة الجهود من أعمامه من أخواله من الأقارب من بعض الأهل من معتن في بنزل العباس، كل من عنده سيلة بالعائلة وحتى زملائنا احنا في التعليم، ولا في عنده عمه كان يخدم في شركة سيرغاز إيطاليا الجزائر إيطاليا، عمو الآخر طابق البوسطة بمجد العباس حقق دخل 3000 الكل وعاونون عليهم برشا باش وصلنا بهم بشكل هذا. الله يرحمه والديهم وربي إن شاء الله يجرهم على ما قاموا به. كان يحلم بدر الدين يولي طبيب؟ نعم كان يحلم أنه باش يكون طبيب، وكان هكاك وعاوني برشا وضحى برشا الحمد لله على قضاء الله. كان يحلم يولي طبيب يرحمه. عنده اليوم أخته في الجزائر، اليوم أخته في السعودية، كيفاش باش علمتوهم بالخبر؟ أخته في الجزائر في بالها بالخبر وكله،
على بالي دخلت السلطة التونسية وكلمونا، كلموا خوه قالوا له إذا كان باش تجي كلموها خلي تجي ونسهلوا له الإجراءات خروج من الجزائر. وبالنسبة للأخت في السعودية ما نجمت نعطيك معنا خبر ثابت يا طيب. أكيد أكيد يرحمه، كان مضحي بدر الدين خدمة وكورونا وعلمت أنه قعد مديدة ياسر مسكين خايف على أمه حبش يمشي يطل عليها مشوي ياويلو يمشي متوحش أمه ياويلو. هو هو بطبيعة جدي برشا وخدام برشا وخسارة خسارة العائلة وخسارة الجهة وخسارة تونس اللي تعبت عليه باش توصل للمرحلة حقيقة خسارة. حقيقة بأسم معنى الكلمة أخلاق وتربية مش يتصور على دي رجل بأسم معنى الكلمة طبيب جراح بأسم معنى الكلمة ممكن تونس بمن عمه السيد البلاد الكل ممكن تونس قصرة حاجة ممتازة الحمد لله معناها حلم حلم تونسي حلم عائلة تونسية كل يضيع اليوم بسبب غلطة بسبب هكا عدم مسؤولية المسؤولين أي عدم صيانة أسانسور عدم صيانة أسانسور شنو تطلب احنا كان علمونا قلنا نعملوا صيانة احنا اللي بيش الحمد لله كل موظفين نعاونهم بأي شكل كان علمنا هو بركة ولا هبطنا اي حاجه عنا اهلنا ومالينا لبس عليهم نصلح هو الاسانسير هذا الجندوب شنو هو عليه كان ينجم يكون هو يكون اي واحد اخر يعني الا نفس البشريه زعما الاصلاح نتاع الناس هذا شنو اللي يطلب اخت والله احنا في دارنا بركة عنا شنو يصلح اقسم لك بالله عنا ديزنجينير في المجالات كلها والله يصلحوا حتى على كهنا اقسم لك بالله وما يصيرش هذا في اي واحد تونسي فما بالك الدكتور يعلم الله شنو خسرت عليه البلاد وخسروا لي أهل وعمام ويعلم الله كيف وصل أقسم لك التضحيات كما تعرف بأي شكل أي ولي وأي أب ولا أي أم ولا عم ولا أهل الأقارب يحلم أنه يوصل حاجة ممتازة بالدرجة هذه ولا ينفع البلاد وينفع روحه سبحان الله العظيم أنا حاجة كيف تتب في كارثة بيتم عن الكلمة ما تصدقش انه معناها بشر يموت بالشكل هذا ممكن يتعطل به الاسانسير يبقى نهار اثنين في الاسانسير تدخل السلطه المعنيه والحمايه ويتم انقاذه لكن انه انسان يمد خطوته وهو ماشي باش ينقذ انسان اخر ثم واحد اخر اللي سمعناه انه واحد اخر الارجونس حاله حرجه جدا يكلموه هبط باش ياخذ الاسانسير يلقى روحه في جب سبحان الله العظيم جب ارتفاع خمسة طوابق أقل ما يمكن راهي 15 متر ولا يعلم الله الحمد لله وتو لا مرد اللهم لا نسألك رد القضاء ولا نسألك لطفك إن شاء الله ربي يصبركم باش تشكي وسيزين العلبي نذكر معنا عم فقيد بدر الدين إن شاء الله ربي يرحمه إن شاء الله مثويه الجنة من ما فهمت سؤالك باش تشكي اليوم؟ باش تحملوا شكون المسؤولية اللي صار؟ طبيعي جدا من غير حتى ما ندخلوا نحن هذه قضية إطار قضية وزارة الصحة كاملة وقضية الدولة وقضية كل ما يهم الأمر عنده صلة بالميدان هذا. بالميدان هذا ولا خارج الميدان هذا؟ اليوم كلنا تشوينا على بدر الدين. حقيقة أنا نقول لك بالإجماع ما نخصصش عائلته وذيك حاجة ما نجمش نوصلها لك معنا ما نجمش نوصلها لك أمو سمعتوها الأخبار أمو سمعناها الأخبار خليناها من البارح ما نعرفش هزوا فيهم ويرجعوا على الرونس الدقرين ودخل طبي في الدار ما نحكي لكش معنا شنو حاجة ما تتصور سأل بيال معنا يا رب صبر ما نعرفش انا كان في انت قلت لي ما انا باش تشكو انا نقدم الشكوى ما نعرفش انا كان في نروح للبلاد ونقابل انا واختي و ان شاء الله يا سيدي ربي العائله المضيقه وان شاء الله ان شاء الله ربي يصبركم ان شاء الله يجعل مثواه الجنه امين بجوار سيدي العلبي بارك الله فيك ومعناها تعازينا للعائله الكل لخواته لميمته
لعمويمته لكمتومة، للناس اللي عرفته من القريب والبعيد، للناس اللي تشويت عليه يعرفوه وما يعرفوهوش. كي تشوفك الضحكة اللي نشوفوا فيها في تصوير تتوى قاعدين معناها صغير، هي الدنيا أنا جايك باش نفرح بيك، توا أنا خدمت وتوا باش نبدا نحل جوانحي وباش نلبسك البلوزة البيضة اللي تعبت عليها وصرت عليها الليالي وباش وباش وباش. حلمك كل تضيع اليوم في مصعد موت، اليوم في مصعد موت، سامحوني معناها بالحق اليوم تتصفوا، حتى ما نجمش نحط لكم الجو الأمبيونس اللي متعودين بها في صباح الناس، فمعناها اعذرونا، معناها قلبنا موجوع بالحق على اليوم على بدر الدين وعلى اللي صاير اليوم في مستشفياتنا. شكرا ليك سي زين. كان معنا عم بدر الدين من شرنيكول وين موجود هو وعموته واخوته وام قال انهم بيستناو في انهم يكملوا الاجراءات باش يخرجوا جثته الله يرحمه، في انتظار انهم اخواته يجيو من الجزائر، وعنده شكون زاد اخته في السعوديه. ان شاء الله ربي يصبر عائلته ويصبروا الناس اللي تحبوا الكل، وان شاء الله ربي يرحم بدر الدين.